حموتة من الجوع. اطلب لكم بيتزا. شو بيتزا؟ يبالها نص ساعة لين ما توصل، واكيد بيستوي الزلزال قبل لا توصل. بالله شو يعني انا هلا بدي موت وانا جوعانة؟ لا ما بدي. روحي اعملي اكل. بالله لا ماني رح اعمل مطبخ لحالي. بركي رحت على المطبخ وصار الزلزال وانا بالمطبخ، موت لحالي؟ لا ما بدي موت لحالي. نور انت متأكدة انه بعدتنا هون ما رح يصير علينا شيء بالزلزال؟ ان شاء الله ما بيصير شيء. وانت هلا وقت مكياجك؟ مو معقول. بالله شو؟ بدك ياني موت وطلعوني من تحت الانقاض منكوشة ومنفوشة؟ ايه لأن الكاميرات الصحافة ناطرين الستاف دادو لتطلع من تحت الانقاض ويصوروها. خلصنا خلصنا انت يا نور. وشي اصفر من الجوع. شو بدك يعني؟ بدي سندويشة. خلص وانا كمان انا حعمل لكم كاسة شاي وحمصي لي ان شاء الله. وانا كمان. شبكي؟ ليش هيك عم تطلع فيني؟ بدك تعترفي لي بشي؟ الصراحة ميديا هي أو بعترف لك بشي. قولي لشوف شو عاملة. وسام قبل لا يسافر ومرهني وخلالك رسالة، بس أنا ما عطيتك إياها. شو؟ سامحيني ميديا. الله يخليك سامحيني. ما أعرف، ما قدرت أسيطر على مشاعري، حبيته من دون ما أعرف وما قدرت أنساه. أنت بتحبي وسام؟ إيه بس للأمانة حاولت تنسى بس حرام ما قدرت. أنا عم أقول لحالي ليش بس اطلع مشوار أنا ووسام أنت بتتعبي وبتمرضي وبس احكي عنه مدري شو بصير لي. ليان بليز فورجيف مي. ليكي وعد شقة، إذا عشنا والله عطانا عمر رح اتنازل لك عن وسام. لا بس وسام يحبك أنت. خلص عم قلك وسام إليك. لا مستحيل، وسام لك يعني لك. وانا عم اقول لك امبوسيبل، وسام الك يعني الك. خلاص حاشا تخانقوا، لا الك ولا الك. خلص انا باخده. بعدين ليش هيك؟ بجوز موت اليوم، يعني لا يصير لا الك ولا الي ولا الك. امسكي، بعدين نشوف، بعدين. قلت لك بدي شوي ما بدي عصير. اي ما في وقت، بركي صار نص الزلزال. امسكي وهي خبز اسمر الك. انا بعد جوعانه. سكي يلا شو لك ليش هيك قاعدين؟ تعي بسرعة تعي قبل ما يصير الزلزال. لك شو أي زلزال هيدا؟ شو أي زلزال؟ الزلزال تكلمتي عنه اليوم الصبح شو نسيتي؟ بعدين تعالي أنت وينك من الصبح ها؟ لك عم تضحكي كمان؟ تعي هدي هون بسرعة. لك قومي قومي ما في زلزال ولا شيء. عن جد؟ ما بصدق. أنا ما عاد بدي آكل بطلت جوعانة، شبعت. بس انا سمعتك الصبح قاعده تقولين عن الزلزال. مزبوط، اليوم المنتج دق لي وقال لي لاكتب له حلقه بتحكي عن زلزال بده يصير بدبي وبده اياها الليله، فكرمال هيك رحت على كافيه ما بتعرفوها وقفلت موبايلي لحتى اللي خلصت. قلتي لي مركز ترصد الزلازل ما؟ لكن طلع وسام تارك لي رساله وانت ما اعطيتيني اياها. وطلعتي انت قطعتيني طوق الذهب. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي فيلا نور ابو جمعه؟ نعم هون الفيلا. انتو الصبايا اللي وراء اشاعات الزلزال مو هيك؟ انا ما دخلني، هي السبب. انتم مقبوض عليكم بتهمة نشر الاشاعات. شو؟ الحمد لله اني فدت التعاقب. اساسا بيطلب منك ليان، الحق علي انا لسيارتك وسمعتك. كيف يعني عذبتيني؟ يا ربي، معقول يكون رجعت سيحكي لي قلت له ياه؟ ضروري تكون بحثي فيك لهالبحثة يعني. اوف قلت لحالي حموت وموت، ما في داعي اموت من الحسرة. والله انا اللي انخرب بيتي، تركت الشغل بدون ما اقدم اجازة، عاد شو بكرة تحت الانقاض. ميديا؟ نعم. انت بعد عند وعدك؟ خير ان شاء الله. لا وسام ما قلتي بتعطيني اياه؟ ليه؟ بالله شو حبيبتي؟ وسام بيحبني الي، بعدين ما له رجل كرسي حتى نتقاسمه انا وياكي. خلص انتوا اثنين، شو بكم نحل قطعة القصة هيك؟ بعدين بمناسبة انه المنتج قبل الحلقة تبعي، انا عازمتكم على بيتزا. انت تحديدا لا تفتحي تلمك. وليش بقى؟ بنات ليه؟ اللي بيمد ايده اغراضي ما يلوم الا حاله. ها اوف انا رايحة اعتذر من روجيه.